اوكي الكعبه الفقريه. هاي كل ضربة السوسة هذه سمى حشرة تجي في الفصدق تدخل تحت الغصن ويبس الغصن من فوق والعرجون يليس يذبل. يعني عرجون كامل تلقى فيه 50 60 100 كعبة تصورش منه 3 4 كعبات صالحين والاخر كل يذبل. ماذا بين يشوفون حل للآفة هذه والفصدق خاصة الفصدق راي الفصدق فيه مصوار مليح وباش تقضي عليه هذه ومجدن الفلاحة ماحت الفصدق ولا كان تبقى في الكافية دي باش يضرين منه بصراحة. أنا نحب نوصل صوتي للدولة وخاصة سيد المندوب سيد الوالي يشوفون حكاية هالبير هذية. البير هذا معناه اللي هو باش يزعم تحفر وفلوسه تصبط ويفتش على وكلمنا المقاول وكل شيء وتو ما صارش منه ما مش نعرفين كيفاش اش نعم ويشوف الآفة هذية يبعثون المرشدين ويبعثون الدواء ولا أقل ما يمكن على الأقل يورونا حتى كيفاش شنو هو النوع الدواء نشروه. فهمت على خاطر قضيت على الصابر.